حيدي سيدي باغا طيح الراجل طيح الراجل دخلها جمع عليا هنايا صحابني شفاط حيدي صافي عندك حلوه اللوز شكون جابك حلوه اللوز انت شغلك حيدي راه عفوا عيطت لكم في العشيه حيدي فاطمة الزهراء حيدي حيدي واش شي غير ماشي محمر شي غير ماشي محمر غادي يدخل عليها حيدي حيدي شوفي قف السلام عليكم خوتي كي دايرين بخير لاباس عليكم كتعاودوا مزيان الامور هانيه هانيه الامور فيديو جديد ونهار جديد مهم اخوتي سميه كتهضر في التليفون وقال لي واحد الحق نجي ندير ليها مقلب وقالت لها هي وبناتها في البيت الصغير ايوا هاني جايه عندهم نهار هذا دار سميه راه هو الطفين مشعول مهم هي قالت كتهضر في التليفون مهم بغيت ندير لها شي مقلب ما عرفتش شنو غادي ندير لها مهم اخوتي هانتوما خليكم معايا ما عرفتش شنو غادي ندير لها مهم انا وزهري كيف ما جانا المقلب هاني كتهضر في التليفون يلا هانتوما معانا هندخل لها أنصالت الكاميرا في المريوم. حيدي سيدي باغا طيح الراجل طيح الراجل دخلها جمع عليا هنايا صحابني شفاط حيدي صافي عندك حلوه اللوز شكون جابك حلوه اللوز انت شغلك حيدي راه عفوا عيطت لكم في العشيه حيدي فاطمة الزهراء حيدي حيدي واش باقا صعب تضحك معايا الضحك ويلي ويلي بغيت ندير الكاميرا عرفتي اخوتي هادي بنتي 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 سيدي وحي بخصك غادي يدخل عليها حيدي حيدي شوفي قسما اقسم بالله العلي العظيم اخويا تدخل على الشفره نتوما معايا الله حيدي علي ما تصورينيش حيدي عليا حيدي عليا خوتي ما تشديش ليا بنتي الصغيره هادي دخل على الشفار هادي حطيت الكاميرا
وانستاليتها ولكن ضربتيني بهذيك ما نسمحش لك اصدق على نوكلها لك توكلها لي والله نوكلها لك دابا قدامو يسبيعك بقى فيك بقى فيا والله يمك اكبر مني يا والله يمك والله الله يمك هيا جمعي راسك جمعي والله يمك جمعي راسك شكون جاب لك حلوه اللوز هاي قاعده كتقول لها حلوه اللوز هاري 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 شي وحده هاري هاري شي وحده طاح لي السكر ويلي واش نتوما ما تسمعوش بنادم داخل الدار ما سمعت لا زين قسما بالله خاتين هاد الشفار هذا كنقول قلت فرح وفرح سابقه لي غدائيه وانا بحال هزيت قلت هذا شي شفار داخل علينا كنقول له عليا الحوايج ويلي هو دابا اللي بغى يدخل يهز من تما يدخل بس والله خاتين مشكلة هذه والله يلا عندك شي كنة ديال الراس حزمت بالدرة ما لا حتى حد كنة الراس شكون هذا مال مصطفى نمشي ندور لبنات الكاميرا المهم اخوتي عاد خيتي هذه وصيوها في التعاليق السيدة حل بابها انا والله حتى كنت جايه لعندك عرفتك كتهضري من البيت كاين هنا انت وولادك جيت كنت باغا نخلعك وخلعتين باغا نخلعك ندير لك نغوت ولكن قلت راه ضحت ليا فكره دخلت للبيت انصطلت الكاميرا والسيده ما فراسها والو مازال رابط بحال الحوايج من الماكينه خبط بزاف الماكينه راه خرج لك الماء نديرو ما عرفتش خرج ليا الماء ايوا خسرات وعلى خسرات ايوا راه خاصك تشوفي منين خرجت لك الماء والله الا صدمت واحد النهار اول ما نصب بان قلت الماء خرج بزاف كما شي يوم خنوق المهم اخوتي ضربتني واحد الضربه بنت الحرام الله يما نسمح لها انا دابا غنانصل الكاميرا وغنردها ليها وها انتم شوفوا هاد خيتي هادي دخلها عندي بلا حشمه بلا مرقه زعما تدخل عيني صافي تمسكات حق الله العلي العظيم ضربتني وحده بعدا للراس قيمتها طياب راس ضربتيني داك الضربه للراس بغيتي تقتلني هزت اخوتي دابا شكون كيصاوب قتلك راه نجي نقول جاج هز الموسى البنات ها ندفع على راسي هذه راه مجرمه هذه حيت عندي جوج بنات انا غنشوهها دابا شفارة وين اي واحد غادي هادشي درت ورا تشوفوها بحال هكا سكوتية ودرويشة وكتهضر بالشتوية شو كتحيد لها السكاتة بلاتي اخوتي هاد البراش هادو لا هاد البراش هادشي انا بغاو يسكتو شي خوتي هادي تبان لكم درويشه يا والله ما درويشه لا كتبان لكم هضرتها هادئه وداك هي هادئه ماشي ما هادئه ولكن راه واحد بنت الحرام حاشا من فعايلها راه تبان لكم هكا راه خطيره هادي راه ما كان ها ها على شوفي ها على شوفي حيدي 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 قبيلات حيدي اش غادي راه زدارني هاد الزرع حيدي خليني كندوح برجل كندوح بهاد البنت هادي هكا حيدي عرفتي شنو دايره خاطر فكرتو كندوح بها برجليا عطاها ربي يا ربي تسمح لي واحد العذاب نهار كله هي كدوح بالبنت بحال هكا واش الدراري ترى الدرجه كتخنتهم بحال هكا ما يمكنش على 3 شهور غندير ليها بكا كيضرني في قلبي والله ناري المهم اخوتي وفرح حيدي حيدي خليني ما تبانيش في الكاميرا والله اخوتي ضربتني واحد الضربه للراس انا غدا غنمشي اخوتي ندير السكانير سيرتيفيكا غنمشي ندير واحد السيرتيفيكا بعدا غادي نحطها كاين المحامي كاين ندير هادي ضربتني دقه للراس غادي ندير غدا واحد شهاده طبيه وانت مريضه كتخاوب خي وكتخاوب طبيه ندير والله يا امي ولا شهاده والله يا امي ما حطيتش لي واحد واحد 100000 ريال على راسي اللي ضربتيني بغيتي تصيفطيني للغازي انتي اخت انتي هبطت عليا يا خوتي بداك الكاسرونه للراس طاق انت سمعت بقيت الفرح اجي بوع غيسرقك الشفار ما حشمتيش وانت حشمتي داخله عليا اختي بغات تضرب لي حوايج مع الشارجم الصغير انا قلت هذا الشفار دخل عليا اختي بعدا واحد الصبيط ما اصلا معلقه شكون علقها لك تما انا قلت كنست بالباب انا قلت شفار بناتي انا على وديت بلادي نمشي ندافع عليهم كاندي نهار هذا هز موسى مقله وكسرونه مقله نضرب وموس نرشد راه قلت لكم هذه راه مجرمه عندكم دوخكم بحال هكا هذه راه خطيره واخا فرح هاجم يموت الشرع
انتي هاجمه عليا ومسكت ليك غندير اختي اللازم. ولكن علاش تضربيني اللطيط؟ وعلاش اختي تدخلي عليا نصحاب لي الشفار نصحاب لي الشمسيه؟ علاش غتضربيني اللطيط؟ تعدي عليا تعدي على بناتي لطيط. علاش تضربيني اللطيط؟ واخا بقى فيا عرق واحد. انا غدا غندير شهاده طبيه، انا غدا غندير شهاده طبيه وغنديرها انتوما المتتبعين. عام السبعه غندير شهاده طبيه. انا على ودي خلعه اللي خلعتني راه ركبني السكر وركبني فقر الدم. ها بينك وبين اللي خلقك زمتك في هذه شتي تحكي مع زعما ما عرفتش مع من كتلعبي واقيلا. لا والله الا خوتي راسي ضربنا والله ما عرف راسي انا خوتي انا دابا ما عرفتش صحابها هي مطوره تقدر مطوره اكثر منها قالت لي هادي سخات وما خلا العصا انا اختي غادي نقول لها راه ركبت فيا السكر ركبت فيا لا غير انا اللي غنغلبك كوني هاني يا حبيبتي. فيديو شاهد فيديو شاهد على كل شيء. الله خوتي ضربتني واحد الضربه لراسي ما عرفت واش الليل ولا النهار كنت غنقول لها شعلي الضو صافي خباط 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 ضربتني الله ما ضربتكش بالموس انا شفت داكشي مكعلل تما قلت هذا شفاط خطو راسي طايح وغنهرب من الزبلات ونهرب ويلي قالت الحمد لله كون ضربتك بالموس كانت تتوقع كارثه دابا يعني انت اللي كنتي غدير هذه الكارثه. شوفوا خوتي المقالب فين كيوصلوا والله اخوتي ما سيقى ليه شي خبار هي طيب زيني ما سيقاش خبار قسما بالله العظيم المصاب انا على بديت بناتي قلت بناتي ما نسمحش فيهم باش ندافع عليهم عايش ما نعيط ما ندافع عليهم ضربين الراس نضرب لتحت بعدا نضرب لتحت باش نضرب لتحت باش يشدني من هنا لا لا اختي الراس دقه ما نزيدو دقه اخرى حكاو نيشان قالت لك الحمد لله انا خلعتني قالت لك الحمد لله مني ما ضربتكش بالموت واش تدوي من ريتك؟ انا كندوي من ريتي الله الله بحال بلي فيها السخانة راه قلت لكم هذه مجرمة وحق الله تبارك الله مجرمة انت عارفة بنتي بنتي انا غادي نهض هاهي غادي معاش اللاعب جمعات فدرنا معاش هاهي وحيد راه ظهرها هاهي هاهي شفتي تقولي ضربتينا بكسرونة كتحبك انت يا وما حشمتيش عا غنضرب بكسرونة حيت داخلة عليا كوني اختي ولا كوني تا ما عرفت شنو ما حشمتيش خلعاني هذاك المقالي والله الا خوتي قسم بالله الا ما نلقى القرى دراسي شو اللي كنت اللي عندها كبير خصني نسن تخرجوا ولادكم فارقين كديروا لهم الكوش كبير او شوف عاد قلت لها فين هابط انشم اتسقسي على بنتي ابا جا الله الا ما لقيت نشوف واش عاد بدلات ولا لا ما بدلات القصة كانت على بنتي ما عاد بدلات وكون ما كانت بدلات ونقول لها سير هذاك اللي كوش متختخا وهي الدعم الضحكي على المتتبعين سير بناتي ماليه فيهم الحمد لله والشكر لله واش بيا على بناتها كانت طيح الروح بناتي بناتي الله يتا بناتي الله يضربهم الله يقطعك انت وياهم الله ينجينا واش انا بغيتي تسرطيني السبيطار انا غدا ما ندير شهاده طبيه حق الله بديت كنحماق ياك ما حماقيت انا المهم شتي كتخرج تخرجي في الهضره واقيلا حماقيت انا راه معايا البنت حماقيت وحيد انا معايا البنت اللي صغيره غنعاقبوك على هذا الشيء اللي كديري هزه البنت الصغيره نقدر نطيحها انت غطيحي حيد وعدت زعما حيد غطيني بكثر من الراس لقيت عارفه بلي مكساله حيد كتبان لي في الكاميرا ترقيها ما كتبانش هي كتبان بحال شي بحال شي بلوط سيري سيري جمعي راسك غنمشي ندعيك على هذا الشيء تما بحال شي بلوط نهار كله سميه دايره بحال هكا هزه انت صراحه ابو ابو زور ديالكم ها هو ها هو شي والدين صراحه ناري نهار كله اما كدير ليها هكا اما كدوحها بالكروسه. المهم اخوتي نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو خفيف ظريف والله اخوتي الا راسي ضارني بحق لا اله الا الله الا راسي ضارني. شوفي ها ما تضربيش ما تضربيش ما تضربيش شوفي ها المره الجايه قال الوجه مسخوطه راه نعطيك دقه الوجه مسخوطه راه مسخوطه حيدي حيدي جمعي راسك دابا نتوما كضربوني حنا كنضربوكم ما كتبغيوش وحيدي امي ما كنلبسها كنهضر معاك بصح حيدي ما تخايفينيش ما تخايفينيش ها شوفي يدي وحده ها 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 شوفي لاتي ولا لا انا حيدي والله اخوتي انا عاجل انا نغفل هادشي غفله ونخلي ما دايره ها ها خلي ما 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 غاتجي تهربي تما تدقى غاتجي في ظهرك ولا في راسك تنحي هكا دابا ام سخوطه سير ما عرفتش ما تلعبي سير ورا راه غنعطب بوك عاد غنمشي تعطبي انت قاي الله راه ما كنعرفين شي مسمنه غتجيك اللوجه سدي فمك وسدي فمك وسدي فمك احسن لك سدي فمك سدي فمك هكاك ما دويش يلا خوتي بسلامة عليكم نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله مع السلامه مع السلامه.